السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى ألف خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم دار الكرم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم استعمالات رائعه وحصريه لهذا المفرمه ديال الثومه، هذه الاله اللي كتعصر الثومه. اذا اغلب البيوت راه فيها مهمله كنعصروا فيها غير الثومه فقط، ولكن ان شاء الله اليوم غتشوفوا معايا استعمالات رائعه ومدهشه، واكيد غادي تنفعكم في المطبخ ديالكم وتسهل عليكم بزاف الحويجات. اذا اول استعمال، فانا كنطحن فيها الكاشير ولا مرتديلا. شوفوا معايا اسهل طريقه، يعني كنكون هكذا مقطعه شرائح شويه رقاق. فاش كنحتاجوا هكذا شي حاجه اللي غنحتاج غير كميه قليله، هكذا مثلا بغيت نزين به بيتزا ولا تورتيه ولا شي حاجه هكذا، ولا بغيت نديرو مع البيض اومليت، فكيجيني ساهل. غير كناخذ هكذا هاد العصاره الثومه كنحطو فيها ضغطه وحده، هو كينزل بسرعه هكذا، غير ضغط ها هو هبط لينا. وكندير واحد الكميه في وقت وجيز جدا، اذا استعمال رائع. كيهبط واعر، شوفوا معايا الطريقه، كيهبط بحال الكفته يعني بحال اللحم المفروم، فكيجي زوين ورائع. اذا هذا هو الاستعمال الاول اللي بغيت نشارك معكم. بالنسبه للاستعمال الثاني، فانا كنستعمل فيها كذلك الفروماج الاحمر، الجبن الاحمر ولا اي نوع من انواع الجبن اللي بغيتو. اذا بالنسبه للجبن قبل ما نديرو فيها، فكنحطو شويه في المجمد باش ما كيجيش مرخي. اذا هنا كنت محتفظه به في المجمد، ها نتوما كتشوفوا كنقطعوها هكذا القطع، كتاخذ قطعه غير كتحطها هكذا في المفرمه ديال الثومه وكتضغط ضغطه خفيفه، هو كينزل زوين ورائع ومقطع كيف كتشوفوا رقيق وطويل هكذا. الا كنت محتاجه للبيتزا ولا شي حاجه، يعني ما كنضيعش الوقت في قلب على حكاكه ولا قطاعه ولا غير هكذا. هذه ديال الثومه حدايا كتقضي الغرض وكتنفعني بزاف الحويجات. ها هو الفروماج ديالنا واجد كيف كتشوفوا، زوين بزاف. اذا هذا هو الاستعمال الثاني. الاستعمال الثالث هو البصله. البصله كناخذوها هكذا كنقشروها، نقشروها نغسلوها ونقطعوها القطع. هاد الوصفه ديال البصله امتى كنستعملها بزاف؟ فوقت البرد مثلا، فاش كنكونوا مراد البرد ولا الحلاقم، وكنحتاج انني نديرها مع سيله، يعني ما كنبقاش نعمر الماعن على قبلها ونحك ونقلب. فهكذا كناخذ غير هاد العصاره ديال الثومه كنحط فيه طريف، وهي هابطه مطحونه زوينه رائعه مع صوره كيف كتشوفوا. فكنخلط معها معلقه د العسل وكنستعملوها. اذا هذه هي البصيله ديالتنا. الا بغيتو تستعملوا اي حاجه مثلا حتى في الطياب في الطاجين هكذا، بغيتو تستعملوا واحد البصيله فكتقطعها بحال هكذا بسرعه فكتنزل لكم اي حاجه تحتاجوا فيها، البصل المفروم ولا البصله محكوكه. فهذه طريقه رائعه خاصه الا كنا محتاجين غير كميه شويه قليله. ها نتوما شوفوا معايا كيف كتنزل، وحنا حصلنا في وقت وجيز على كميه من البصل المطحون في لحظه. اذا هذا هو الاستعمال الثالث. ندوزوا الان الاستعمال الرابع ان شاء الله. الاستعمال الرابع كيف كتشوفوا معايا الثومه، اللي هي طبعا حنا اصلا كنشريوها على قبل الثومه. بالنسبه للثومه فانا كنستعملها بالقشره ديالها، يعني كتوفر عليا الوقت والجهد، ما كنحتاجش انني نحيد منها القشره، كنحطها بقشرتها وكنعصر كنكمل كل هالكميه اللي عندي، وفي الاخر كنحيد القشره. ها نتوما غتشوفوا ان القشره كتبقى كيف ما هي، يعني كتنقى غير بوحدها، حيت بزاف الناس كنشوفهم كيقشروها عاد كيديروها هكذا يعصروها، وبينما هاد الاله ما تحتاجش اننا نقشروا الثومه، ديروها بالقشره ديالها. فغادي تنزل لكم اللب ديالها الداخلي، والقشره هي كتبقى، شفتوا كتبقى معزوله غير بوحدها خاويه ما فيها حتى شي حاجه. وبالتالي هذه حتى هي حيله ذكيه تسهل عليكم العمل في المطبخ. استعمال اخر ايضا نحتاجو اننا نديرو فيها الحامض هكذا اللي بغا، حتى هذه كنستعملها بزاف وقت البرد. اذا نتوما عارفين مع الاطفال يعني فاش كتبغيو ديرهم شي وصفه هكذا الحامض مع عسيله ولا اي حاجه للحلاقم، فدائما كنت كندير هذه الوصفه وعجباتني، وليت كنستعملها هكذا حتى الا كنت دايره الحوت ولا شي حاجه اللي كنحتاجو فيها شويه الحامض معصر، فبسرعه كنديرها هكذا ها هي كيخرج لي الماء ديالها. شفتوا، وخاصه الحامضه بحال هنا عندي راه خويت عليها الماء طيب، لان فاش كتخوي عليها الماء سخون فكيخرج كميه كبر من العصير، يعني غير كتحطها هكذا كيخرج لكم العصير كثر. دائما فاش تبغوا تعصروا الحامض خويو عليه شويه الماء سخون غير هكذا واحد دقيقه ولا جوج صافي وحيدوه، فكي يعطي كاع ديك الكميه ديال المياه اللي فيه. وها نتوما كتشوفوا الاستعمالات الرائعه اللي خدمت معكم بهاد العصاره ديال الثومه اللي عندنا في المنازل ديالنا وما كنستافدوش منها. شوفوا معايا النتيجه،
اذا هاد العصاره كانت عندي قديمه، كان فيها حتى هادي ديال الزيتون، كندير فيها الزيتون هكذا وكنحيد له العظم، كتحط الزيتونه كتضغط فكيخرج العظم. اذا هذيك العصاره قديمه كنت شاريها غير ديال الالومنيوم، فكحلت ليا في الماشين ديال المعن وعاد شريت هذه، ونفس الشيء كلهم كيخدموا نفس التقنيه. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الافكار اللي راها حصريه على قناه دار الكرم، واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف العاده دعموا القناه وتخليونا الاعجاب وتشاركوا الا كنتم ما مشتركينش. خليتكم في امان الله وشكرا.